هسا نكمل البارت الثاني من هاي الملزمة اللي هو إن شاء الله قصر، اللي هو عدي الأمراض الأخرى اللي تصير بالبلورا. خذينا إحنا البلورال إفيوجن والنيموثوراكس، هسا ناخذ البلورال تيومر. أنا أغلب هاي المواضيع نظر يعني. البلورال تيومر أكثر كومن كوز هي ميتاستاسز كارسينوما، يعني البلورا نادرا إنه يصير بها برايمري. البرايمري يسمونها ميزوثيليوما وهاي أنكمن يعني. يعني إذا لقيت تيومر بالبلورا أفكر بالميتاستاسز، ما أفكر بالبرايمري. البرايمري فقط إذا أكو اللي هي إذا أكو اللي هي ميزوثيليوما اللي هي إذا أكو هيستوري أوف أسبستوز إكسبوجر. نشوفها كالوبيوليتد ماس موجودة بالبلورا، فريكونت اسوشيتد وذ بلورال افيوجن. ممكن تيجي البلورال تيومر كشكل بلورال افيوجن مثل ما قلنا من الساعة انه اذا اكو بلورال افيوجن وهاي البلورال افيوجن ما صار بي ما مسوية شيفتنج، افكر انه اندرلاينج ماس اللي هي اندرلاينج مالجنانسي. فهنا ممكن البلورال تيومر تجيني كبلورال افيوجن وحدها. هسه هاي بالنسبه للبلورال تيومر قلنا اما تجيني بشكل بلورال افيوجن او تجيني بشكل لوبيوليتد ماس، تمام؟ اللي هي اللوبيوليتد ماس مثل المساعة شفناها، يعني اللي احنا قلنا مساعة اللوبيوليتد ماس اللي هي يصير بالفشر، ممكن ديفرينشال دايجنوستس وياها المالجنانسي. بعد شنو وقلنا اكثر شيء هي ميتاستاسيس. هسه البلورال كالسيفيكيشن، هنا يصير كالسيفيكيشن بالبلورا. الريجولار شيت اوف ذا دنس بلاك وذ اور وذاوت بلورال ثيكنينج، صايره يعني مناطق هيك بيضه كلش. وين يونيلاترال ذي ار لايكلي تو بي دو تو ايثر اولد امبايما، يعني هذا الكالسيفيكيشن بالبلورا اما بسبب اولد امبايما. اذا يونيلاترال افكر بيمن، اذا يونيلاترال افكر بالامبايما اولد امبايما اور تي بي اور اولد هيموثوراكس، وإذا بايلاترال أفكر بالأسبستوز إكسبوجر. يعني هاي نحفظهن ممكن تجي كأم سكيوات اللي هن قلنا البلورال كلاسيفيكيشن. إذا يونيلاترال أفكر أولد إمبايما تي بي و أولد هيموثوراكس، بينما إذا بايلاترال كلاسيفيكيشن أفكر بالأسبستوز إكسبوجر. ممكن السبب يعني ماكو سبب مرات، يعني أدور السبب وما ألقى. هسا هاي أوكي الموضوعين لحد الآن اللي هي التيومر قلنا اكثر شيء ميتاستاسيس والبلورال كلاسيفيكيشن، راح اقسمها الى يونيلاترال وبايلاترال. البايلاترال اسبستوز اكسبوجر، واليونيلاترال تي اولد تي بي اور اولد هيموثوراكس اول اولد امبايما. اوكي لحد الان. هسه راح نجي لهذا الموضوع اللي هو المهم اللي هو الميدياستاينا. قبل لا اجي انا راح خلنا ناخذ شويه كاناتومي على مود يسهل علينا الفهم. انا عندي الميدياستاينا، راح اقسم الميدياستاينم الى ثلاث بارتات اللي هو الانتيريور ميدياستاينم، الميدل ميدياستاينم، والبوستيريور. فعندي هاي الانتيريور ميدياستاينم ايضا هنا، الميدل ميدياستاينم والبوستيريور اللي ورا. فهنا راح نقسم حسب الليجن راح اشوفها. اذا ليجن تصير بالانتيريور ميدياستاينم حسب الاشياء الموجوده بالميدياستاينم راح يكون عندي عده ديفرنشال دايجنوستس، هسه راح نجيهن. اذا بالميدل هم راح يكون عندي عده ديفرنشال دايجنوستس. الميدل اكثر شيء هنا بي لينف نود. البوستيرير هم راح اشوفن الليجن تصير بالبوستير، ممكن بالايسيفيجاس لان الايسيفيجاس لان ايضا قريب عليها، ممكن الاديسندنج ايورتا، وممكن يعني بالسباين بالفيرتبرال ليجن. بينما الانتيريور اكثر شيء هنا قريبه عليه الثايرويد ايضا موقعها هنا، والانتيرور ايضا قريب عليه الاسندنج ايورتا. عندي الايورتا هذني الاسندنج، هذا الاسندنج وهذا الايورتيك ارش وهذا الديسندنج. الاسندنج موجود بالانتيرور ميدستاينم، بينما الايورتيك ارش بالميدل، بينما الديسندنج ايورتا موجوده بال بوستيرور ميدياستاينم. فاذا شفت الانيوريزم صار بالبوستيرير افكر انه هاي الانيوريزم او الماس، ممكن احد الديفرنشال دايجنوستس الها ديسندنج ايورتيك انيوريزم. وهسه راح نجي لل ديفرنشال دايجنوستس. بالانتيرور قلنا حسب الموقع مالته اللي هو ذني، اكثر واحد هو ممكن ثايرويد تيومر لان الثايرويد تقع هنا. صراحه لاحظ هذا الرسم، الثايرويد تقع هنا. فاذا لقيت ماس او ليجن بالانتيرور ميديا فافكر انه هاي ممكن ثايرويد تيومر.
أو goiter, retrosternal goiter, و هاي most common cause of anterior mediastinal mass. ممكن lymph node, lymph node هم قريبة عليه هنا, ممكن lymph node enlargement, ممكن dermoid cyst, teratoma, thymic tumor, thymic tumor ممكن, نشوفها بالأطفال. ممكن aneurysm of the ascending, مثل ما قلنا من ساعة إنه الascending صايرة بالanterior, aneurysm of the ascending aorta. ممكن بعد شنو إذا صايرة هنا أنا راح أمشي من فوق لجوا, أنا قلنا الأنتيرور ميديستانم هو هاي المنطقة كلها, ففوق ممكن يكون فالفوق ممكن يكون هنا أنا اللي هي قلنا أما تايرويد تيومر, بينما ذا بالنص ممكن أفكر الليمف نود أسندينج أيورتا قلنا وتيراتوما درمويسس, بينما ذا جوا إذا جوا أفكر ممكن ميدياس ممكن فات بات يعني كتلة من الفات أو دايفراغماتيك هامب قريبة للدايفرام أو مورجاجني هيرنيا اللي هو anterior هيرنيا صايرة أحد أنواع الدايفراغماتيك هيرنيا عندي anterior posterior anterior يسمونها مورجاجني هيرنيا. فهاي differential diagnosis إلهن إذا كانت بالانتيرير. إذا بالميدل إذا بالمدل ميدياستاينم أفكر أيضا باللينفودينوباثي أكثر واحد اللي ممكن برونكوجينيك سيست وممكن أنيوريزم أوف أيورتيك أرش, اللي قلنا الأيورتيك أرش هنا الأيورتيك أرش صاير بالمدل ميدياستاينم, هنا ممكن أفكر اللي هو رقم أربعة باللينفودينوباثي برونكوجينيك وأنيوريزم أوف أيورتيك أرش, بينما بالبوستيرير أفكر نيوروجينيك تيومر اللي هي صايرة بالإسفيغاس فرينجو إسفيغجيال باوتش أو هياتال هيرنيا أيضا ممكن تكون أو aneurysm of descending لأن descending aorta قلنا اللي ورا صايرة أو قلنا بالvertebral خلل bare vertebral mass أو الهيرنيا اللي هي back delk هيرنيا هنا. أما هنا أما أما مثلا esophagus pharyngeal esophageal pouch أو بالvertebral bare vertebral أو ممكن هيرنيا هياتال هيرنيا هنا, ممكن قلنا descending aorta, فهاي كdifferential diagnosis إلها كلش مهم هاي يعني ركز عليها الدكتور من ناحية الMCQ ممكن يجن. وهسه راح نجي نحكي عنه بالتفاصيل إنه يقلك الأكثر وحدة superior mediastinal mass anterior superior mediastinal mass هي thyroid mass, هاي تجي كMCQ إنه most common superior mediastinal mass و anterior أيضا هي thyroid goiter أو يعني thyroid mass or goiter. characteristic feature إلها إنه تمتد من العنق لل superior mediastinal يعني from superior mediastinal into the neck. هسا نشوف صورتها, سهاية thyroid mass هنا تمتد من superior mediastinal توصل لحد العنق, فهاي هي عبارة عن thyroid tumor صايرة بالmediastinum وهي most superior one اللي هي most common خبي يجيها بها كMCQ هي thyroid أو goiter. الليمفوادينوباثي هي next most common الوراها يعني middle second most common. الليمفوادينوباثي يصير بالthree compartment, احنا من ساعة حكينا انه يصير بالanterior يعني من عددناه ضمن الanterior هذا node enlargement وضمن الميدل لينفودينوباثي, وهم ممكن يكون ضمن البوستيرير يعني هم ممكن يكون ضمن البوستيرير فيصير بالثري كومبارتمنت. ممكن نعرف شلون هاي ايضا ركز عليها دكتور انه يكون لوبيوليتد اوتلاين الاوتلاين مالته لوبيول اللي تكون بشكل لوبيول, هسه راح نشوفها, ويكون مالتيبل اكثر من وحده. هسه حاليا بس خلينا نحكي وبعدين نشوف الصور نوضح عن كل وحده. النيوروجينيك تيومر اللي هي هاي موست كومن بوستيرير mediastinal mass, حكينا يعني انه البوستيرير ممكن نيوروجينيك, ممكن هياتال هيرنيا, aneurysm of the descending aorta, ممكن neurological tumor هم ايضا paravertebral mass بوكال باك دالك هيرنيا. الانتيرور موست كومن هي الثايرويد تيومر, بينما البوستيرير نيوروجينيك تيومر. هنا نيوروجينيك تيومر غالبا نعرف ان يصير براجر ديفورميتي, يصير براجر ديفورميتي للربس والثوراسك سباين ايضا مضغوطات لان يعني قريبة عليهم. ممكن ايضا عندي الدرمويسيست والثايموما ايضا يصيرن بالانتيرور ميدياستاينم يعني دائما يكونن بالانتيرور, عددناهن من الساعة.
الكالسيفيكيشن يقول لك ما يجي ويا المالجنانت. الكالسيفيكيشن اذا تذكرون بالمزمنة السابقة خذيناها وهي معناتها انه بناين ليجن، فذاك الكالسيفيكيشن هذا بناين ما يسوي ويا المالجنانت لنفودينوباثي. قلنا الهياتل هيرنيا ايضا هي ويا من موجودة الهياتل هيرنيا بالبوستيرور لو الانتيرور لو الميدل بالبوستيرور ميدياستاينا الهياتل هيرنيا اللي هي الفيفث كومن. بعد انه نشخصها بسهوله من خلال انه نشوف اير فلويد ليفل ونشوفها اكثر شيء باللاترال فيو. هنا شيء مهم انه يقول لك اذا الماس صار بهاي المنطقه اللي هي كارديوفرينيك انجل، هنا غالبا بناين معظم هن بناين، يقول لك نيفر اوف كلينيكال سيجنيفيكنت يعني ما له اهميه. ليش؟ لان غالبا اشياء بناين اللي هن ممكن تكون هيرنيا خلال الفرامن مورجاجني، ممكن فات بعد، وممكن دايفراغماتيك هامب، وبنان بيريكارديال بيريكارديال سيست. هسه خلينا نشوف صوره توضحها. شوف هنا القلب هذا مكانه، وهاي المنطقه بين القلب والدايفرام، هاي اذا صار اللي يسمونها كارديوفرينك انجل، اذا صار بها الليجن اللي هو هذا موضح صار بها ليجن، عندي ديفرنشال دايجنوستس اللي هي اللي ممكن بيريكارديال سيست، ممكن دايفراغماتيك هيرنيا اللي هي عن طريق المورجاجني، ممكن فات فات باد، ممكن قلنا فات وقلنا ممكن هيرنيا دايفراغماتيك هامب فات باد وبناين بيريكارديال سيست. فلذلك يعني نيفر سيجنيفيسنت، يعني هذا كلهن اشياء بسيطه فما نخاف من هذا. لقينا الماس هنا هاي الكارديوفرينك انجل، هذا لقينا الماس هنا فما نخاف من منها، لان ممكن قلنا فات باد، ممكن هيرنيا بسيطه، ممكن بيريكارديال سيست بناين بيريكارديال سيست، وممكن دايفراغماتيك هامب. هذني الاربعه ديفرنشال دايجنوستس هاي كلش مهمه. بعد هسه هاي هنا الماس صايره هنا، هاي الماس صايره بالانتيرير، وهاي الماس بالانتيرير موست كومن انتيرير هنا قلنا هنا هي الثايرويد تيومر، ثايرويد تيومر او الجويتر او الريتروستينال جاوتر، قلنا يمتد من السوبيرال ميدياستانم يوصل للعنق، هاي الميزه اله. هنا هاي شنو هاي الهياتال هيرنيا، قلنا نشوف الاير فلويد ليفل، هذا الاير فلويد ليفل نشوفها بالهياتال هيرنيا، قلنا هي بوستيرال ميدياستانم ماس. بعد شنو هاي الصوره توضح لي نيوروجينيك، هنا السلوت ساين شلون نعرفها هل هي انتيرور او بوستيرال؟ من هاي الاشعه فقط، انه قلنا القلب هو يقع شنو يقع انتيرير انتيرير القلب، فلذلك هاي الماس بما انه هي بوستيرير اذا ما راح تغطي على البوردر مال القلب. ما ادري اذا وضحت انه البوردر مال القلب هذا واضح، هذا هاي الماس ما مغطيه عليه، هاي الماس وهاي الماس ما مغطيه عليه، يعني صح هنا شويه مو كلش بس هنا يعني هذا البوردر موجود، فهنا الماس ما مغطيه عليه. ليش؟ لان صايره ورا. فمن اجيت سويت اللاترال يعني هسه انا عرفتها من مجرد هاي هنا السلوت ساين نيجاتيف سلوت ساين، فهنا من سويت لاترال فيو وضحت لي بعد انه هاي الماس صايره لورا، فهاي نيوروجينيك صايره يعني بوستيريور ميدياستاينال. فموست كومن كوز اوف ذا بوستيريور ميدياستاينال تيومر هي بوستيريور ميدياستاينال، هي قلنا هي نيوروجينيك تيومر، هاي اللي هي تل هيرنيا هم هذا الاير فلويد ليفل. هسه خلصنا من هاي المواضيع مال ميديا ستاينم، كلش مهمة انه نركز عليها، اللي هي قلنا راح نقسم الميديا ستاينم انتيريور وبوستيريور وميدل، والانتيريور قلنا ريتروستينال جاوتر، ممكن لينف نود، ديرمويسيس، تايموما، قلنا فات باد، دايفراغماتيك هامب، المورجاجني هيرنيا، هذني يصيرن لجوا، وهذني قلنا بناين ساين يصيرن بالكارديوفرينك انجل. الليمفودينوباثي قلنا ممكن انيوريزم اوف ايورتيك ارتش، بينما الايورتيك ارتش صايره بالميدل قلنا، والبوستيرور قلنا اكثر وحده هي النيوروجينيكال تيومر، ممكن بارافيرتبرال ماس، ممكن انيوريزم اوف ذا ديسندينج ايورتا، وحكينا انه كل وحده شلون نعرفها. وقلنا ها بعد فقره نسيناها انه الليمفودينوباثي شلون صورتها، قلنا تكون لوبيوليتد اوتلاين، الاوتلاين مالتها لوبيوليتد اللي هي هاي الصوره، هاي تصير يعني لوبيول، تصير هيك لوبيول لوبيول، فهاي الاوتلاين مالتها النهايات لوبيولايتد ومالتيبل
فهاي الليمفودينوباثي. هسه نجي تقريبا اخر مواضيع اللي هي عندي النيموميدياستاينم. النيموميدياستاينم معناتها هواء داخل الميدياستاينم، يعني هواء داخل هاي المنطقة، هاي المنطقة هي الميدياستاينم، فذا هواء بداخلها يسمونها نيموميدياستاينم. صعب نشوفها بس نشوف انه هواء، يقول لك اير، انه سببها ممكن تراما بالإسفيغاس، ممكن تير يعني تمزق بالإسفيغاس بسبب تراما، بسبب فورين بودي بي، بسبب الاندوسكوب سبب لي تير بالإسفيغاس، ممكن اير تراكت فروم ذا نيك اند ادجسنت، ممكن بسبب تراما للتشست وول والاير دخل للميدياستاينم، ممكن انه الهواء دخل من الريتروبيريتونيوم، او ممكن سبونتينيوس ليك من البرونكاي، برونكاي صار بها ديستراكشن او بسبب الازمه وكذا، فالهواء دخل للميدياستاينم. هسه هذا هواء داخل الميدياستاينم، نشوف مثل لاين صاير لاين صاير اسود داخل الميدياستاينم ويمتد لفوق. هذا اللاين هو يعني صعب نشوفه بس اكثر شيء بالسي تي نشوفه. مثلا هسه هذا هسه هاي الميدياستاينم، بالميدياستاينم نشوف هسه هذا خط من الهواء، هذا خط من الهواء ويمتد لفوق، خط من الهواء ويمتد لفوق. من نسوي سي تي نكشفه اكثر. شوف شلون هذا كلش هنا واضح، هذا الخط الاسود، الخط الاسود شلون رايح، فهذا نيموميدياستاينم. اما بسبب جاني من ريتروبيريتونيوم او جاني انه تراما بالتشست او انه تراما صايره بالاسفيغاس بسبب فورين بودي اسفيغا بسبب اندوسكوب، او انه جايني بسبب الازمه انه المريض عنده ازمه فيجا هواء من البرونكاس لهنا، فهذا نيموميدياستاينم. فنشوف فاين ستريك يعني خط كلش خفيف اوف ترانسدنسي يعني اسود وثن ذا ميدياستاينم داخل الميدياستاينم ويمتد للنك. اوكي هاي بالنسبه لهنا. بعد الهايلر، هاي بالنسبه لموضوع نيموميدياستاينم. الموضوع اللي وراه اللي هو الهايلر انلارجمنت. الهايلر ليمف نود وين هن يقعن؟ الهايلر ليمف نود هن هذني، هاي الهايلر ليمف نود هي عبارة عن البالمير ارتري اند فين ويمهن فيزل سوري يمهن ليمف نود. فممكن شنو سبب الهايلر انلارجمنت؟ اما الارتري فين صاير بي لارج بسبب بالمير هايبرتنجن وكذا، او الهايلر مارس بسبب اما كارسينوما اوف ذا برونكاس، او ليمف نود هي المضخمة. احنا عندنا هاي الهايلر، هاي مضخمة هنا، اما احنا منطقة الهايلر بيها فين وارتري وبيها لمف نود. فممكن اما الارلارجمنت او فين والارتري بسبب مثلا بالمينار هايبرتنجن وكذا، او انه اللمف نود هو اكو انلارجمنت، او انه اكو ماس بالبرونكاس فهي شنها هنا سوت كأنه الهايلر صار بي انلارجمنت. شلون اميز كل وحدة؟ البالمينار ارتري لك اميزة enlargement of pulmonary artery اميزة انه اكو branching pattern، اول شيء يكون bilateral ويكون branching pattern وإله يعني ويا enlargement of the heart، لان قلنا سببه انه ممكن pulmonary hypertension فهو ويا مثلا امراض بالقلب enlargement of the heart، الهارت ايضا متضخم فمسبب لي pulmonary hypertension، فيكون الهايلم bilateral enlargement بسبب pulmonary artery واكو branching pattern موجود لأنه هو عبارة عن فيزل يعني أكثر من واحد. أكو primary carcinoma of the bronchus. The primary carcinoma of the bronchus frequently present as a hilar mass. يعني قلنا الكارسينوما ممكن أحد differential diagnosis للهايلر enlargement. ونويها collapse ممكن consolidation. It is often possible to diagnose enlarged lymph node from the lobulated. وقلنا enlarged lymph node نعرفها من خلال إنه تكون lobulated outline. اللي هي مثل مساعة ما قلنا ومالتيبل مثل الصورة شفناها لوبيليتد ومالتيبل. هسه بالنسبة لهاي المواضيع نجي لآخر موضوع اللي هو الدايفرام. الدايفرام ممكن يصير بي إليفيشن، تمام. عندي نوعين من الإليفيشن، عندي بايلاترال عندي يونيلاترال إليفيشن. البايلاترال كل وحدة إلها ديفرنشيال دايجنوسيس، فإذا عندي unilateral elevation of the diaphragm فرح يكون عندي loss of the volume of the abscilateral lung. يعني شنو أسبابه؟ أسباب unilateral ممكن loss of the volume of abscilateral lung، يعني اللانج بجهة الدايفرام الصاير بي elevation
خلينا نقول مثلا مسوي لها هيمنكتومي قاطعين جزء منها، فاللوس اوف ذا فوليوم، فهذا راح يخلي الدايفرام يرتفع بهاي الجهه. كذلك فممكن بسبب سبفرينك ابسس، يعني سبفرينك ابسس مثلا من جهه الرايت تخلي الدايفرام يرتفع، فهاي احد الاسباب، فهاي السببين لليونيلاترال اللي هي اما لوس اوف ذا فوليوم اوف ذا ابسيلاترال لانج او سبفرينك ابسس. يقول لك ملاحظه انه سب المناري افيوجن ماي مايمك، احنا من ساعه قلنا انه سب المناري افيوجن راح يشبه الاليفيشن اوف وان اوف اور بوث اوف ذا هيمي دايفرام، وقلنا شلون نفرق، نفرق انه بلا سب المناري افيوجن تكون اللاترال دايفرام اعلى من الميديال دايفرام. الماينر اليفيشن اوف ذا هيمي دايفرام از ريليتيفلي كومن. ها هنا ملاحظه خف تجي كام سي كيو انه ماينر اكو ممكن ماينر اليفيشن اوف ذا هيمي دايفرام يعني كومن، وهاي نوع يعني ما لها أهمية، لأن إحنا عدنا إنه نورمالي الرايت دايفرام أعلى من الليفت دايفرام، الرايت أعلى من الليفت لحد 3 cm، بحيث إذا صارت الرايت أعلى من الليفت أكثر من 3 cm فهذا أبنورمال يعني إليفيشن. بينما أكو بعض الأشخاص عندهم الليفت أعلى من الرايت اعتبره نورمال لحد 1.5، يعني اذا ليفت اعلى من الرايت، احنا دائما الرايت اعلى من الليفت، بس يعني نادرا خلينا نقول ممكن يعني طبيعيا انه الليفت اعلى من الرايت، بس لحد 1.5 cm. بس اذا صار الليفت اعلى من الرايت اكثر من 1.5 cm فهذا ابنورمال، اعتبره اليفيشن. يعني هاي كملاحظه ذكرها الدكتور انه الرايت اعلى من الليفت مسموح لحد 3 cm، فوقه هذا اليفيشن، والليفت اكثر من اعلى من الرايت لحد 1.5 cm، اذا فوقه فهذا ابنورمال اليفيشن. يقول لك ماركت اليفيشن اوف وان دايفرام وذ نو اذر بوسيبل ابنورمال سجست ذات باراليسيس اور افنتريشن. اذا اوف وان اوف ذا هيمي دايفرام يعني اليونيلاترال قلنا، اما سبب لوس اوف ذا فوليوم اوف ابسيلاترال او سبب فرينك ابسس، اذا ما لقيت هذين السببين فممكن اما فرينك نيرف بالسي بسبب سي اي برونكاس ضرب الفرينك نيرف، او بسبب دايفراجماتيك افنتريشن. الفرينك نيرف بالسي قلنا اكو تيومر، هذا هاي التيومر راح تضرب الفرينك نيرف. بينما الإفنتريشن هي شنو، هي كونجينيتال يعني كونجينيتال كونديشن، انه المصل lack of the muscle diaphragm become a thin membranes، هاي صورتها انه هسه هاي هنا هذا الدايفرام، هاي المنطقة هذا اوكي هاي نورمال مصل مال دايفرام، هنا راح تصير عبارة بس thin membranes، هنا هذا دايفرام هنا عبارة عن thin membranes، فيعني يفقد المصل مالته، فيسمونه إفنتريشن، بحيث بما أنه هو عبارة راح يكون عن ثين ممبرينز، إذا ال راح يصير مثل الهيرنيا، بحيث الأبدومينال كونتنت راح بسهولة تعبر من خلال، مو تعبر من خلاله، يعني تضغط عليه وترفعه لفوق، فيصير إليفيشن أوف دايفرام بوحدة منهم. فيقول لك إكسبت إن يعني هو غالبا يكتشفه بالصدفة، ما يسبب لي أعراض. الموست انفيرالي ليفت سايدد كاركترستيك اسوشيتد وذ ماركت شيفت، وغالبا بياجي هيصير غالبا يصير بجهه الليفت، وياه شنو شيفت اوف ذا ميدياستاينم تو ذا رايت سايد، وموفمنت ريديوس. يقول لك موفمنت ريديوسد بارادوكسيكال اور ابسنس، ها وماكو بارادوكسيكال موفمنت. شوف احنا الفرينك نيرف بالسي بالدايفرام بي بارادوكسيكال موفمنت، بحيث من اجيب الفلوروسكوب اشوف النبي اشوف الدايفرام من واحد يسوي انسبيريشن موف ابورد، المفروض الدايفرام من اثناء الانسبيريشن من واحد ياخذ نفس يصير لجوه داونورد، بينما بالاكسبيريشن يصير ابورد، هنا راح تنعكس، بحيث هنا بالفرينك نيرف يصير بارادوكسيكال موفمنت، يعني ابورد موفمنت اوف دايفرام بالانسبيريشن وداونورد بالاكسبيريشن، هاي نشوفها بالفلوروسكوبي. فهاي هي الخاصية اللي راح تميز للفرنك نيرف عن عن الإفنتريشن، الإفنتريشن ما بي هاي البارادوكسيكال موفمنت absent. فهسه هاي الصورة توضح لي الإفنتريشن اوف ذا دايفرام، هاي هنا الدايفرام صاير عبارة عن thin membranes، هنا نلاحظ تشبه من تشبه الهياتال هيرنيا، تشبه الهياتال هيرنيا، فصعب نفرقها عنها، تشبه الهياتال هيرنيا. ممكن نستخدم باريوم ستادي ممكن يفرق لي. يقول لك اذا فقط جزء معين من بارت اوف ذا هيمي دايفرام، يعني مو الجزء كله، ممكن بس جزء معين، يسمونها دايفراجماتيك هام، وقلنا تظهر بهاي المنطقه
اللي هي ال cost of cardiophrenic angle اللي هي قلنا ما لها أهمية طب significant لأن هي benign condition. فهي هاي diaphragmatic هم سببها إنه just جزء من الدايفرام جزء منه صغيرون هو اللي يصير بي eventration، بينما ذا كله يسمونه هاي eventration. وقلنا أكثر شيء وين يصير باللفت ويا شنو mediastinal shifting. لاحظ هنا شلون صاير shifting لأن هذا الهارت المفروض هو صاير بجهة اللفت بينما هنا مدفوع لجهة الرايت. شوف شلون مدفوع الهارت لجهة الرايت في الميديستاين صاير بي shifting. فهاي باختصار خلينا نعيد هنا على السريع نغلق الموضوع اللي هنا حكينا عن البلورال تيومر. البلور بهاي المحاضرة حكينا نهاية المحاضرة حكينا عن البلورال تيومر اللي هي قلنا أكثر شيء سببها ميتاستاسيس. البرايمري نادرا وإذا أكو برايمري فغالبا إنه متعرض للأسبستوسيس وقلنا نشوفها بشكل أما لوبيليتد أو مجرد تجيني بلورال افيوجن. حكينا عن الكالسيفيكيشن وقلنا الكالسيفيكيشن نشوفها أما بسبب أولد تي بي أولد إمبايما أو أولد هيموثوراكس وهاي اذا يونيلاترال بينما ذا بايلاترال تكون اسبستوسس يعني هاي تجي بالام سي كيو. الميديا ستاينوم قسمناه الى انتيرور بوستيرور وميدل وقلنا الانتيرور اكثر وحده هي ممكن الثايرويد تيومر اللي هي ريتروستينال جويتر ممكن وياها ديرمويد ثايموما انيوريزم اوف ذا اسندينج فات باد دايفرومكماتيك كامب ومورجاني هرنيا. الميدل قلنا اكثر وحده ليمفودينوباثي والانيوريزم اوف ايرتيك ارش ممكن. البوستير قلنا موست كومن بالبوستير هو النيوروجينكال تيومر بينما الثيرد موست كومن بهم كلهن هو النيوروجينك تيومر. قلنا الجويتر نميزها انه تمتد من السوبيراميدياستانل توصل حتى للنك. الليمفودينوباثي قلنا نميزها انه لوبيليتد ومالتيبل لوبيليتد اوتلاين ومالتيبل. نيوروجينك تيومر هي قلنا ذا فور ذا موست ذا كومن بوست اوف ذا بوستيرير ميدياستانل وقلنا وياها تضغط على الربس والثوراس. بعد قلنا الكالسيفيكيشن يجي بس بالبناين يعني ما يجي بالمالجنانت لينفودينوباثي. وقلنا الهياتال هيرنيا اللي هي تصير بالبوستيرير ايضا تصير بالبوستيرير ميدياستاينال نقدر نشوفها بالاير فلويد لفل يميزها. وقلنا بعد الفات باد اذا موجوده بالكارديوفرينك انجل غالبا بناين هنا هذان الدفرنشال دايجنوسيس اللي عددناهن هذان الاربعه بريكارديال سيست انيوريزم سوري بريكارديال فات باد فات دايفراجماتيك هيرنيا هامب وهاي النيوروجيكال تيومر. احنا قلنا absent of the silhouette sign لان احنا الكاردياك بوردر نقدر نحدده وباللاترال هو اللي يحدد لي اكثر شيء. عشان يعني من الميدستانال قلنا اما الاسفيجا صايبي تراما او فورين بودي او من البرونكاس جايتني او ريتروبيريتونيوم او من الشيست من النيك فهو يكون نشوف فاين ستريك لاين من الهواء نشوفها بالسي تي اوضح هنا شلون هذا الهواء واضح بالنيما ميدستانال. حكينا على الهايلر انلارجمنت وقلنا الهايلر الهايلم بي الليمف نود وبلاد فيزل فاما لارج بلاد فيزل او هايلر ماس بسبب الليمف نود انلارجمنت او كارسينوما. وحكينا انه شلون نميز كل وحده قلنا نميز الارتري البالمينوري ارتري انه وياه كارديوميجالي هارت انلارجمنت ويكون بايلاترال وبي فاسكولار برانشينج باترينج بينما الليمف نود قلنا لوبيوليتد ومالتيبل وقلنا الكارسينوما وياها تكون consolidation collapse وهكذا. وقلنا الدايفرام اما بي elevation bilateral or unilateral. unilateral loss of the volume of the abscilateral lung وممكن صب phrenic abscess وممكن حكينا عن الإفنتريشن وعلى الفرنك نيرف. الفرنك نيرف قلنا بها paradoxical movement اي paradoxical بينما الإفنتريشن ما بها paradoxical movement وهي عبارة عن thin membranes. ان شاء الله وضحت المحاضرة.